والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض ومهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وقالوا هذا سحر
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لم والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم
حتى إذا هم منها يضحكون
تكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا ولما ضرب ابن مريم
مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم
فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب بالعرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم